بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أعرف عن نفسي، أنا عمر داود زميلكم من دفعة روح. إن شاء الله راح أشرح اليوم اللي هي محاضرة الدكتور جهاد الأولى، اللي هي عبارة عن Introduction in the Biochemistry. غالبا راح تأخذوها المحاضرة الثانية، فبنقول بسم الله. هنا تعليمات للدكتور، نبلش. طبعا المحاضرة كثير بسيطة، مش شوي، لا كثير بسيطة، يعني أغلبها معلومات نعرفها صراحة من التوجيه من السنوات اللي قبل. أنا لو جيت سألتك إيش هو الحمض، الحمض راح تقول لي الحمض هو اللي بمنح بروتون، اللي هو أيون، اللي هو أيون هيدروجين. راح أقول لك صح. هون شوف شو بعرف لك. الأسيد، الأسيد اللي هو الحمض is a substance that can release or donate or gives hydrogen ions اللي هو البروتون. هي المادة اللي بتمنح أو بتفقد اللي هو الهيدروجين أيونز اللي هو البروتين، عفواً البروتون في المحلول. راح أقول لك صح. طبعاً هي فقدته، هي بيحتاج لأكسبتور، إيش يستقبله، اللي بيستقبل السبستنس اللي بتستقبل هذا البروتون بسميها بيز. بيز اللي هي القاعدة هاي، بقول لك بيز is a substance that can accept hydrogen ions. فمعادلة بسيطة، هذا الإشي إحنا نعرف صراحة، نعرف إنه الحمض هو اللي بيفقد بروتون والقاعدة هي اللي بتكسبه لك تكسبه. ولكن هنا انه بالمصطلحات بالانجليزي بس مش اكثر. لو جيت سألتك سؤال ثاني، ايش هو البي اتش؟ قل لي والله بي اتش لأي محلول بتدل لي على درجة الحموضة لهذا المحلول. هقول لك صح. بي اتش is the concentration of hydrogen ions. It determines the acidity of the solution. هي اللي بتحدد حمضية او قاعدية هذا المحلول، اذا انه حمضي او قاعدي او نيوترال. اوكي، البي اتش لها قانون، طبعا هيوتو بي اتش. ذا بي اتش اوف ا سوليوشن از ذا نيجاتيف بيز 10 لوغاريتم اوف اتس هيدروجين ايون كونسنتريشن. تمام. طبعا انت هون تتساءل، بتقول لي عمر احنا ليش بنتعامل مع البي اتش، ليش ما بنتعامل مع الهيدروجين ايون كونسنتريشن دايركتلي؟ يعني ليش احنا نروح نتعامل مع البي اتش؟ راح اقول لك سؤال منطقي وبمحله. لو اجينا على هذا المثال بقول لك what is the pH of a solution whose hydrogen ion concentration is 3.2 ضرب 10 قوة سالب 4. تمام، ايش هاي القيمة؟ هاي هي عبارة عن hydrogen ion concentration. اذا بتلاحظ على الرقم، الرقم كبير. شوف هنا لما يطلع البي اتش، طلع البي اتش طلعت 3.5، رقم سيمبل. فإذا أجاك هذا السؤال بالامتحان أو أنت لما تسأل نفسك إحنا ليش بنتعامل مع البي اتش، ليش ما بنتعامل مع الهيدروجين أيونز كونسنتريشن دايركتلي، بتقول بي اتش is easier to remember. هي يعني بتكون من ثلاث نقاط رئيسية: بي اتش is easier to remember, easier to calculate, easier to work with. أسهل عشان نتذكره، أسهل بنحسبه، وأسهل بالتعامل معه. عشان هيك احنا دائما بنستخدم البي اتش بدل الهيدروجين ايون كونسنتريشن، بدل اتش. تمام. هنا بدنا نلاحظ اشي كثير مهم هنا، اللي هي العلاقه، the relationship between the بي اتش and the hydrogen ion concentration. لاحظ هنا الهيدروجين ايون كونسنتريشن اكبر اشي، واحد صحيح. هنا 1%، 1 بالـ1000، 1 بالـ10,000، 1 بالـ100,000، وهكذا. إذا بتلاحظ كل ما نزلنا كل ما قلت اللي هي التركيز، قل الهيدروجين ايون كونسنتريشن. ومع ذلك كلما قل الهيدروجين ايون كونسنتريشن كانت تزيد البي اتش. لاحظ هون 5 4 3 7 وهكذا. تمام، فبنلاحظ انه العلاقة هون عكسية. اذا اجاك سؤال ايش هي العلاقة بين الهيدروجين ايون والبي اتش، الهيدروجين ايون كونسنتريشن والبي اتش، بتقول له it's inverse relationship، هي علاقة عكسية. وهذا بالتحديد this is always a relationship between any value and its p value. دائما العلاقة بين أي قيمة and its p value، دائما العلاقة inverse relationship. كمان شوي راح نشوف ال ka وال pka. تمام. هنا هذا الاشي بنعرفه احنا، انه كلما قلت ال pH تزداد الأسيديتي الحموضة، وكلما زادت تزداد الكالينيتي اللي هي القاعدية
وعند pH تساوي 7 بيكون المحلول هو neutral بمعنى متعادل. تمام. طبعا هذا قانون اللي هو أخذناه قبل شوي بحل عليه صراحة إيزي، يعني ما بده إشي، بنعرف هذا الإشي. إحنا هو لو أجاك هذا المثال مثلا بالسؤال راح يكون معطيك اللي هو لوغاريتم 3.2، وإحنا بنعرف إنه لوغاريتم 10 to the power minus 4 هو minus 4، بنعرف هذا الإشي. ولكن هو إذا جاب لك إياه بالامتحان أكيد راح يكون جيب لك اللي هو لوغاريتم 3.2. هسا راح نحكي عن موضوع ممتع صراحة شوي، اللي هو dissociation constant، نرمز له برمز كي اي. We are talking about acid now، احنا هسا بنحكي عن احماض. تمام. dissociation constant اللي هو الكي اي، هو بحكي احنا حكينا انه الحمض هو اللي بمنح البروتون في المحلول، صح ولا مش صح؟ dissociation constant هو بقول بمثل لك ميل الحمض، هذا ميل الحمض اللي عندي في فقد هذا البروتون إذا كان ميله قوي أو ضعيف. تمام. و according to its dissociation constant acids divided into two groups، قسمناهم لجروبين، إما strong acids or weak acids. حلو. strong acids هي الأحماض القوية، هي الأحماض that dissociate completely in a solution، هي اللي بتتفكك كليا. تمام. ايش معنى هذا الحكي؟ means they donate all their proton in a solution، زي عنا HCl. تمام. HI وهكذا، مش مطلوب منا طبعا نعرفه. يعني المقصود انه بتفكك كليا في المحلول. مثلا انا كان عندي ال HCl، HCl في المحلول لما احطه في محلول راح يعطيني Cl minus والبروتون. تمام. كمان شوي راح نعرف انه Cl- او اللي هو البرودكت نيجاتيفلي تشارجد اللي دائما بنتج بنسميه الكونجوجيت بيز، بالتوجيه شو كنا نسميه، هي القاعده او المرافقه، القاعده المرافقه. تمام. اللي بدنا نحكي هسه انه هو ديسوسييت كومبليت. ليش يعني ديسوسييت كومبليتلي؟ يعني احنا بالمحلول ما راح نلاقي الاسيد HCl، راح نلاقي بس القاعده المرافقه اللي هي الكونجوجيت بيز، خلينا نحكيها، ما بدنا نحكي قاعده مرافقه، كونجوجيت بيز والبروتون. عشان هيك سميناه strong acid dissociation constant. The tendency of any acid to lose proton، هو ميل أي حمض to فقدان هذا البروتون or to donate that proton، لمنح هذا البروتون، هذا هو ال Ka dissociation constant. فعشان هيك قسمناها ل strong acid وال weak acid. عرفنا ال strong acid إنه هو اللهم صل على سيدنا محمد completely dissociate completely، وفي المحلول ما راح نلاقي الأسيد بس راح نلاقي الكونجوجيت بيز والبروتون. تمام. هسه بنيجي للويك أسيدز، هي الأحماض اللي dissociate partially. إيش يعني؟ يعني جزء منها بتفكك وجزء لا. جزء منها بتفكك عشان يعطيني الكونجوجيت بيز والبروتون، وجزء it remains acid. يعني احنا اذا حطينا الويك اسيدز في محلول، تمام، راح نلاقي الاسيد، وراح نلاقي اتس كونجوجيت بيس، راح نلاقي الهيدروجين ايونز، راح نلاقي الثلاث عناصر هاي معنا موجوده في نفس المحلول. عشان هيك سميناها ويك اسيدز، لانها اتس نوت ديسوسييت كومبليتلي في المحلول، اونلي تو ا ليميتد اكستنت فقط. اند ذس از فيري امبورتنت when we preparing the buffers، هذا الشيء كثير مهم واحنا بنحضر البفر. تمام. in preparing the buffers always we use the weak acids. ليش؟ كمان شوي راح نرجع لهذا السؤال، ليش لما نحضر البفرز دائما بنستخدم الweak acids. تمام. نكمل. بدنا ناخذ شيء اسمه PKa. نرجع نسأل كمان نفس السؤال، ليش احنا بنتعامل مع الـ PKa ما بنتعامل مع الـ Ka؟ نفس جواب الـ pH والـ H. because easier to remember، PKa is easier to remember، easier to calculate and easier to work with. هاي النقطة مهمة.
هون نحكي نقطة كثير مهمة. شوف هاي بقول لك PKA is the pH يعني equal at which 15% dissociation occurs. بقول لك PKA هي نفسها pH لما 50% من الأسيد اللي عندي يتفكك. ايش يعني هذا الحكي؟ تمام. متى بتتساوى PKA وال pH؟ انا عندي حمض، تمام، لما الحمض اللي عندي يتفكك جزئيا ويصير ايش انا بقصد انه 50% ويصير انه تركيز الاسيد اللي عندي نفس تركيز الكونجوجيت بيز، هون بكون 15% ديسوسيشن. هان احنا هذا هو اللي احنا نقصد من 15% ديسوسيشن، انه الحمض يتفكك ويصير تركيز الحمض يساوي بالضبط تركيز الكونجوجيت بيس. عند هاي النقطة بالضبط البي كي اي يساوي البي اتش. هاي النقطة كثير مهمة، اجين لانه هاي النقطة كثير مهمة، ف pay your attention please. بدي اسألك when the acid dissociated، تمام، gives what؟ ايش بعطيني؟ conjugate base and proton. انت هيك جاوبتني يا عمي، يعني عليك. That mean pKa is the value of pH when the acid concentration is equal to concentration of the base. هذا اللي احنا نقصده 50 اللي هي 15% ايش dissociation، تمام. acid dissociate into base راح يتحل يتفكك لقاعدة اللي هي conjugate base. So half of the acid dissociate into base and half remain as acid. وهذا exactly اللي احنا نقصده في 15% dissociation. هاي النقطة جدا جدا مهمة، تمام. عفوا تمام. هنا كيف احنا ممكن يعني نحسب البي كي اي؟ كيف ممكن نحسب البي كي اي؟ طبعا انت اذا جاب لك محلول طبعا راح يجيب لك اللي هو ويك اسيد، تمام، وقال لك احسب لي البي كي اي لهذا الويك اسيد، تقول له كالتالي او قبل كالتالي. في كم نقطه كثير مهمات دكتور ركز عليهم، هم مش مكتوبين، فعشان تفهمهم وعشان تفهم اللي بدنا نحكيه كمان شوي حطهم نوتس بهذا السلايد، تمام. تمام، اول نقطه بدك تعرف انه when we increase the pH the dissociation of acid increase. لما احنا نزود البي اتش، تمام، بزيد تفكك الحمض. الحمض حلو، منطق، تمام. So لما يزيد تفكك هذا الحمض the concentration of the acid is decrease. ركز على الكلام decrease، تركيز الحمض راح يقل. And the conjugate base concentration increase. ركز معي، بنعيدها again. احنا لما نزيد ال pH when we increase the pH the dissociation of the acid increase. تمام. And the concentration of the acid will decrease. Why? Because it's dissociated. لأنه قاعد بتفكك فتركيزه راح يقل. بما أنه بتفكك وبعطيني base اللي هي conjugate base فإتس conjugate base concentration will increase. هاي النقاط كثير مهمة. متى كثير مهمة؟ كثير مهمة لما يجي يقول لك حضر لي أو عفوا اعرف لي PKa لهذا الويك أسيد. إيش تعمل؟ بتجيب هذا الويك أسيد بتحطه بسوليوشن إلو بي اتش قليلة، تمام، وبتقعد تدريجيا ترفع البي اتش. فطالما انت بترفع البي اتش هو قاعد الديسوسياشن تاعه انكريز فالكونسنتريشن تاعه ديكريز فالحمض قاعد بقل تركيزه والكونجوجيت بيز قاعد بزيد تركيزها. عند النقطة اللي تركيز الحمض
تركيز الحمض، تمام، اللي هو هي الحمض، يساوي تركيز اتس كونجوجيت بيز. بنرجع بنقول عند النقطة اللي البيز تساوي فيها الحمض اللي هو 15% ديسوسيشن، هاي النقطة الـ pH تساوي pKa. فإحنا من هون نقدر نحسب الـ pKa، وهاي هي طريقة حساب الـ pKa. ننتقل على اللي بعده. اللي بعده اللي هو البفرز. البفرز بالعربي هي المحاليل المنظمة لدرجة الحموضة. تاني نقرأ السلايد. A buffer is a solution that resists pH changes. هي اللي بتقاوم تغير الـ pH. Help to keep the pH constant nearly unchanged. يعني بتحافظ على الـ pH ثابتة. تمام. Buffer solutions consist of a weak acid. وهذا اللي سألناه وقلنا راح نجاوبه لقدام. تمام. أنا عندي عمر أي حد بسمعني، البلد تاعنا له بي اتش محددة، بي اتش from 7.35 to 7.45، هذا مجرد اكزامبل. الافرج تاعها 7.4. تمام. هو هيلب كيب ذيس بي اتش كونستانت. مين ايش اللي بيساعد انه يخلي هذا البي اتش تاع البلد تاعنا ثابت او اي محلول بجسمنا، بس احنا هون بنتطرق للبلد، هو واتس نون از بافرز. تمام. تمام. حكينا الافرج تاع البلود 7.4. اذا كانت يعني البي اتش زادت عن 7.4 بنسميها الكالينيتي، اذا قلت بنسميها اسيديتي. تمام. طبعا هاي النقطه اللي بدي احكيها الدكتور حكاها بالمحاضره، مش مكتوبه بالسلايد، ممكن هي لا ما بعرف اذا ممكن تيجي سؤال او لا، ولكن هي جوابها كلمه واحده، معلومه واحده مفيده كثير، فمش غلط لو نحفظها. بقول لك the most important buffer in our blood we call it bicarbonate، يعني الافضل او يعني البفر المسيطر في البلد تاعنا نسميه البايكربونات. تمام. تمام. always any buffers in the world must contain acid and base. عشان هيك احنا حكينا لازم نستخدم weak acid، must contain acid and base in the same time. ليش؟ انت قول لي ليش. حكينا هو بده يقاوم التغير في البي اتش. حلو. انا المحلول اللي عندي له بي اتش ثابته، تمام، كيف بده يقاوم التغير في البي اتش؟ طب انا ضفت له اسيد، لازم يكون في المحلول بيز عشان تقاوم هاي الاسيديتي. تمام. طب انا ضفت له بيز، لازم يكون بالمحلول اسيد عشان تقاوم هاي الالكالينيتي. فلهذا السبب احنا بنستخدم الويك اسيد، عشان الويك اسيد بضل منها نسبه ما بصير لها ديسوسيشن، ما بتتفكك، وفي منها نسبه بتتفكك، فاحنا بضل عندنا اسيد اللي هو الحمض، بضل عندنا الكونجوجيت بيز. فلهذا السبب البفرز بتتكون من ويك اسيد. This is why when we prepare a buffers we use a weak acid. وهذا الحكي او هذا جواب السؤال اللي احنا سالناه باول كم سلايد وقلنا راح نجاوبه لقدام. عندنا two factors determine the effectiveness of a buffer. It's pKa relative to the pH of the solution and its concentration. تمام. عندنا الآن equation للعالم هندرسون هازلبلاك equation، اسمها هندرسون هازلبلاك equation. هاي ال equation اللي عندنا تعطيني relationship between the acid and its conjugate base with pH and pKa. ممكن انت تشوفها تستصعبها، بس هسه راح تلاحظ انها it's repeated، يعني بتعيد الكلام اللي احنا حكيناه قبل شوي. تمام. تمام. خلينا نفرض انه انا عندي هاي الكونجوجيت بيز، تمام، وهاي الاسيد. الكونجوجيت بيز التركيز تاعها 2، تمام، والاسيد عندي التركيز تاعه 2، 2 على 2 1، لوغاريتم الواحد 0، معناها البي اتش يساوي البي كي اي. طب هذا ما بذكرك بشيء، لما حكينا 15% ديسوسيشن، لما حكينا الاسيد تساوي البيز بيكون البي اتش تساوي البي كي اي، ف
فهي هاي معادلة نقدر نحكي يعني مسروقة. فهي هيك يعني. تمام، بتمنى تكون وضحت يعني. بس بتعيد الكلام او بتثبت صراحة الكلام اللي حكيناه قبل شوي، انه لما يكون تركيز القاعدة هو نفسه تركيز الحمض، او القاعدة المرافقة اللي هي الكونجوجيتد بيس، كونجوجيت بيس نفس تركيز الحمض، فال PKa تساوي ال pH اللي هو 15% dissociation حكيناه قبل شوي. تمام، شوف هاي الجملة. طبعا هاي الجملة كانت مكتوبة هون، بس هي يعني نفسها تقريبا. The most effective buffers is when، متى بتكون أفضل buffers؟ لما pH تساوي ال pKa. ليش؟ لأنه تركيز الحمض تساوي تركيز القاعدة، لأنه شوف هم بيكملوا بعض يعني، هي ريشيو بينهم. لما يكون الحمض أعلى بتكون القاعدة أقل، لما تكون القاعدة أعلى بيكون الحمض أقل. إحنا أفضل بفر بدنا إياهم الاثنين يكونوا بأعلى ما يمكن. الاثنين متى بيكونوا بأعلى ما يمكن؟ لما يكونوا متساويين. عشان هيك لما تكون البي اتش تساوي البي كي اي بنعرف إنه بتكون الأسيد، تركيز الأسيد هو نفس تركيز الكونجوجيت بيس، فهي بيكون the most effective buffers. وبس هسا رح ننتقل لموضوع كثير يعني او بسيط نوعا ما تعرفوه انتو، اللي هو الروابط الكيميائية. الروابط الكيميائية refers to the attractive forces that hold atoms together in a compound. هي يعني قوة الجذب بين الذرات يعني. بس تمام، متى هاي الروابط تنشأ؟ البوند هاي البوندز متى بتنشأ؟ بقول لك bonding occurs when an atom gives up electrons, accept electrons or share electrons with another atom. إما لما تفقد إلكترون أو تكسب إلكترون أو تشارك إلكتروناتها مع ذرة أخرى. تمام، نحكي بداية عن الايونيك بوندينج، الروابط الايونيه. In ionic bonding electrons are completely transferred from one atom to another. بقول لك الالكترونات بتنتقل كليا، كليا هاي اهم كلمه، completely completely transferred from one atom to another، من ذره لاخرى. يعني one atom completely lose، ركز على كلمه completely، completely lose an electrons thus became positively charged، بما انها فقدت الكترون صارت موجبة الشحنة، منطق. while the other atom accept that electron thus became negatively charged. في الرابطة الايونية عندي ذرتين، ذرة بتفقد الكتروناتها كاملة تمام، والذرة الثانية بتكسب هذه الالكترونات كاملة، وعليه الذرة اللي بتفقد تصبح positively charged موجبة الشحنة، والذرة اللي بتكسب تصبح negatively charged. أعتقد في هون مثال لقدام. شوف هون الصوديوم، هاي الإلكترون انتقل كليا وين؟ للكلورين. فالإلكترونات بتنتقل كاملة من ذرة إلى أخرى. The attraction force between negatively charged atom and positively charged atom we call it ionic bond. هاي قوة التجاذب بين الذرة الموجبة والذرة السالبة بنسميها الايونيك بوند او الرابطة الايونية. ionic compounds share many features in common including، يعني في خصائص للايونيك كومباوندز، خصائص يعني مشترك. خلينا نحكي أول واحدة، ionic bonds form between metals and non-metals، دائما بين metals and non-metals. In naming، في التسمية، simple ionic compounds، in naming simple ionic compounds the metal is always first. okay، دائما بنبلش في المتال، the non-metal second. for example sodium chloride Na
Cl بنسميه بنقرأه صوديوم كلورايد. بنبلش في الميتال لأنه الصوديوم هو الميتال وكلورايد لأنه نون ميتال يعني بنخليه سكند. أوكي. Ionic compound dissolved easily in water and other polar solvents. هي بتذوب بسهولة في الماء وفي المحاليل القطبية الأخرى. تمام. In solution, ionic compounds easily conduct electricity. برضو هي بتوصل الكهرباء. Ionic compound tend to form crystalline solids with high melting temperature. برضو يعني بتكون كريستال زي ذرات الملح يعني. وهكذا. نيجي للنوع الثاني من الروابط الكيميائية اللي هي covalent bonding. Covalent bonding نعرفها بالعربي اللي هي الرابطة التساهمية أو الرابطة التشاركية. ليش سميناها هيك؟ هون ما عندنا فقدان بالإلكترونات، لا، هون عندنا مشاركة result from sharing one or more electron. تمام. In covalent bonding there is no donation، ما في يعني منح إلكترونات. No losing of any electrons، there is only sharing، هي بس ناتجة من مشاركة هذه الأيونات، عشان هيك اسمها covalent bond أصلا. تمام. covalent bond طبعا تنقسم لنوعين حسب ما بنعرف، إنها بتنقسم لنوعين polar and non-polar اللي هي قطبية وغير قطبية. تمام. خلينا بداية هنا اللي هو CH4، هنا بحكي عن non-polar. تمام. إيش هو non-polar؟ مش حكينا الكوفالنت بوند تنتج عبارة عن sharing of electrons؟ صح. If they share the electrons in the same force. تمام. يعني the sharing of electrons equally هون بيكون في نفس الجهة، يعني هون هاي المشاركة اللي هون واللي هون القوة راح يلغوا بعض، واللي هون راح تلغي هون، فهون ما راح يكون في عندنا polarity. تمام. قطبية بنسميها non-polar covalent bond. اذا متى non-polar covalent bond تنتج؟ if they share the electrons in the same force، في نفس القوة. تمام. if the sharing was equally، هنا بنسميها non-polar. تمام. بينما البولار كوفالنت بوند، a polar bond is formed when electrons are unequally، لما يتشاركوا unequally تصير المشاركة في طريقة غير متساوية. لأنه هون لما تصير unequally shared بتنتج عنا إنه في عنا ذرة أقوى من ذرة، يعني قوة الجذب الأفينيتي stronger affinity for electrons، بتكون عنا ذرة منهم بتكون قوتها على جذب الإلكترونات أقوى. زي هنا شوف هون هذا polar bond in water، أبسط إشي اللي هو الwater molecule. تمام. عنا الأكسجين. تمام. طبعا هاي الإلكترونات. تمام. هون تشاركوا في الإلكترونين هدول اللي هي ذرة الهيدروجين، هاي الهيدروجين وذرة الأكسجين. تمام. شوف الأكسجين هون إلها أفينيتي إنها تجذب هاي الإلكترونات أكبر. تمام. فتجمعت هون الإلكترونات، فهون صارت نيجاتيف، هان ما في إلكترونات هاي الجهة. تمام. فإحنا هون بنعطيها سميها بوزيتيف سيجما اللي هي بارشالي بوزيتيف، بتكون هاي الجهة. تمام. وذرة الأكسجين بما إنها مجمعة إلكترونات أكثر، تمام، أخذت اللي هي نيجاتيف سيجما اللي هي بارشالي نيجاتيف. تمام. لأنه هنا الأكسجين is stronger for attraction the electrons than the hydrogen، فعشان هيك هون سميناها بولر. في عنا قطبية، في عنا موجب سالب، أوكي هو بارشالي بس إيش تفرق. تمام. خلينا هون هذا السلايد هسه رح نرجع له، ولكن خلينا نشرح الهيدروجين بوند ليش، لأنها
is directly related to the polarity. تمام؟ هي مرتبطة في البولاريتي بشكل رئيسي تماما، اللي هي الهيدروجين بوند. مبدئيا هاي النقطة بدك تكون عارفها زي اسمك، كثير مهمة. الهيدروجين، ذرة الهيدروجين، هيدروجين اتوم، تمام، must be wait بعتذر عن الانقطاع. المهم كنا نحكي نقطة كثير مهمة من البداية، تمام. الهيدروجين، هاي النقطة كثير مهمة، هيدروجين must be bonded to electronegative atom. هاي الهيدروجين، تمام، هي مرتبطة في electronegative atom، عفوا هون اللي هو الأكسجين، تمام. and it is attracted، تجذب to another electronegative atom. هي الأكسجين الثاني. عشان هيك بنلاحظ احنا اللي هي قوة الترابط بين جزيئات الماء بسبب اللي هي الهيدروجين بوند، تمام. عندنا هون حكينا الهيدروجين هي بارشيال بوزيتيف، حكينا، وعندنا حكينا الأكسجين هي ايش؟ بارشيالي نيجاتيف، تمام. في الووتر موليكيول هاد حكينا عندنا الهيدروجين هي بارشيالي بوزيتيف، في النيبرنج مولكيول حكينا الأكسجين هو إيش؟ partially negative. The attraction force between positive and negative، طبعا اللي هي partially positive and partially negative call hydrogen bond. هاي بنسميها الهيدروجين bond. عشان هيك حكيت لك إنه الهيدروجين bond directly related to the polarity، كثير معتمدة. ونعيد النقطة اللي انقطع عندها الصوت شوي، انه الهيدروجين حكينا must be bonded، لازم تكون مرتبطة مع electro negative atom، تمام. and it is attraction، ويصير لها attraction، جذب من another electro negative atom، تمام تمام. نرجع للسلايد اللي شقنا عنه اللي هو بيحكي عن الالكترو نيجاتيفيتي. الالكترو نيجاتيفيتي طبعا انتوا بتعرفوها بالعربي اللي هي الكهروسلبية، نعرفها كلنا. Electronegativity is the ability of an atom to attract electrons toward itself in a covalent bond، وهذا اللي بيميز الذرات او العناصر بعضها عن بعض، تمام. عندنا ذرات لها قدرة اللي هي الافينيتي انها تجذب الالكترونز اكثر من ذرات، فهذا الاشي حصلوا له العلماء بايش اسمه Electronegativity، اللي هو الكهروسلبية. و عن طريق الكهروسلبية هسه رح نعرف، تمام، we can predict the type of bond، سواء كانت covalent bond، سواء كانت ionic bond، سواء كانت polar or non-polar covalent bond، عن طريق الالكترونيجاتيفتي فاليو، عن طريق قيم الكهروسلبية we can، نقدر نتنبأ او نعرف انه اذا كانت، صراحة مش عارف اذا بنعرف او نتنبأ، لان الدكتور في المحاضرة حكى predict انه تنبؤ، ما بعرف، فخلينا على بريدكت. اذا انه الرابطه كانت ايونيه او تساهميه، سواء قطبيه او غير قطبيه، هون من هون. اف ذا الكترونيجاتيفيتي ديفرنس، طبعا هون ديفرنس احنا سبستراكت، يعني بنطرح، تمام، بتوين تو اتوم از ليس ذان اباوت 0.5، اذا كان اقل من 5% ويل بي اسينشالي نون بولر، تمام. طبعا هاي القيم كل ذرة إلها قيمة، ولكن إحنا يعني مش طلب مننا نحفظ كل القيم. عوقتنا تحديدا إحنا دفعتنا صار في خلاف إنه نحفظ هاي القيم أو لا، فاسألوا دكتوركم صراحة للأمان، هو بفيدكم. تمام، نرجع حكينا إذا كانت أقل من 5% بتكون non-polar، and if the difference is more than 0.5 and less than 2، إذا كان أكثر من نص وأقل من 2، more than 0.5 and less than 2 it is polar، and if the difference is greater than 2 it is greater than 2 it is often considered to be ionic. تمام، خلينا نحل امثله على اللي اخذناها. اول شيء اخذنا بالايونيك، اول شيء اللي هو ال NaCl، هاي ال Na صوديوم، صوديوم كلورايد، وهي ايش؟ Cl، تمام.
Cl هو 3 والصوديوم اللي هو 0.9، 3 ناقص 9 بالعشرة راح تطلع عندي 2.1. ف 2.1 greater than 2 it is often considered an ionic bond. تمام، هاي أول example. ثاني example أخذناه حكينا اللي هو بال non-polar covalent bond اللي هو كان CH. تمام، عنا CH، عنا C اللي هو 2.5 وال H 2.1، لو طرحناهم من بعض راح يعطيني 0.4 صح؟ آه 0.4. إذا بنلاحظ الـ 0.4 is less than 0.5 so it's non-polar. تمام، وأن آخر مثال أخذنا اللي هو الـ H2O اللي هو جزيء الماء. تمام، اللي هو أن هاي الأكسجين وهاي الهيدروجين 3.5 ناقص 2.1 راح تطلع لنا 0.4، والـ 0.4 واقعة هي more than 1.5 and less than 2 so it's polar. فحكينا بالعيد الجملة we can predict زي ما حكى الدكتور، بلاش نكون نهبط بالعلم. So we can predict the type of bond according or relying on electron negativity value. تمام تمام، الهيدروجين بوند أخذناها، وهنا يعني نفس هاي الرسمة بس تمثيل آخر. نيجي هسا للهيدروفوبيك انتراكشن. هيدروفوبيك انتراكشن بدنا نعرف كم نقطة مهمين. لما نحكي هيدروفوبيك، أو قبل شوي أخذنا البولر اللي هي قطبي، بدنا نعرف البولر، أيوة بدنا نعرف إنه البولر له اسم ثاني اللي هو هيدروفيليك. حكينا البولر ديزولف ان ووتر، الهيدروفيليك تمام ان جنرال طبعا، او اللي هي يعني الفيتشر سيمبل له اللي هو they can form a hydrogen bond with the water. تمام، يعني ان جنرال ديزولف ان ووتر بيقدر يذوب في الماء، اللي هو البولر او حكينا له اسم ثاني هيدروفيليك. هيدروفيليك معناها يحب الماء. تمام، عندنا الجزء الثاني اللي هو الهيدروفوبيك. هيدروفوبيك هو نفسه النون بولر، يعني مبدئيا هيدروفوبيك، هيدرو من اللي هو الووتر جايه، فوبيك من فوبيا، هي الاشياء اللي بتخاف من الماء. مثلا هيدروفوبيك عندنا امثله عليها زي الاويل الزيت، دائما بس تتذكر او بدك تحكي عن هيدروفوبيك تذكر الزيت، حط نقطه زيت في مي، هل راح تذوب فيها؟ من امثله عليها اللي هو الزيت الاويل، عندنا الفات والووكسز اللي هو الشمع والدهون وهكذا. تمام، حكينا انه النون بولر جروبس دونت فورم هيدروجين بوند تو ووتر سو ذي ار انسوليبل ان ووتر. تمام، قوه الجذب، وهي هون بقول لك نو افينيتي بتوين نون بولر سبستنس اكسبت فان دير وولز فورسز، اللي هي هسه بدنا ندرسها، هي ختام محاضرتنا لليوم. فاندر وولز فورسز. تمام، اللي بدنا نعرفه اول شيء فاندر وولز فورسز هي عباره عن قوه، تمام، بتوين مولكيول ان ذا هيدروفوبيك، بتوين الجزيئات الهيدروفوبيك. تمام، بدنا نعرف هاي النقطه كثير مهمه، اتس ذا ويكست انتراكشن، هي اضعف قوه تجاذب، هي اضعف فورسز بينهن كلهن. تمام تمام، هون بقول لك ذيس فورسز ماي ديفلوب بيكوز The rapid shifting of electrons. خلينا أحدد لك عليها. The rapid shifting of electrons within molecules. إيش يعني؟ إيش يعني هالنقطة؟ إحنا بنعرف إنه في أي atoms في العالم، تمام؟ The electrons moving in orbits. إيش هي الأوربتس؟ اللي هي الأفلاك. إحنا عندنا هاي ذرة، تمام؟ وبنعرف إنه في حواليها أفلاك. تمام؟ ما عليكم الرسمي. وبنعرف انه هاي الافلاك فيها الكترونات، وهاي الالكترونات بتتحرك باستمرار. تمام، فبقول لك causes some parts of the molecule to become momentarily charged. ايش يعني؟ بقول لك sometimes
يعني بما معناه sometimes the electrons concentrate، يعني هاي الالكترونات تتركز هون، تمام، concentrate on one side بس على هاي الجهة مثلا، تمام، concentrate on one side yes of the atoms more than the other side. هون هاي وما في، بما انه هون الالكترونات صارت متجمعة فهي راح تصير partially negative. partially negative نرمز لها هي نيجاتيف سيجما، تمام، وهون راح تصير partially positive اللي هي برضه positive سيجما، تمام. فبسبب هذا اللي هو الـ unequal distribution لهاي الالكترونات اللي هو توزيع الالكترونات غير المتساوي، راح تنتج عنا قوة تجاذب لحظية، وركز على كلمة لحظية، تمام. بقول لك لانه لما الدكتور شرح بقول لك ان 1 بليون اوف ا سكند هي لحظيه تنتج هذه القوه بين جزيئات اللي هي الهيدروفوبيك بسرعه، وبسرعه بتتفكك. بقول لك انه خلال جزء من الثانيه، لانه احنا عندنا ذرات، لانه الماده بتتكون من بليارات الذرات، والذرات بتحتوي على العديد من الالكترونات، تمام. فبقول لك في الجزء الثانيه ملايين اللي هي فاندر وولز فورسز تتكون، وملايين تتفكك و ايش يعني تخرب. فهيك هاي هي فكرة فاندر وولز فورسز، انه الالكترونات خلال دورانها بالاوربتس اللي هي الافلاك بصير لها ان ايكوال ديستريبيوشن او كونسنتريت، يعني بتتمركز في جهة اكثر من جهة اخرى، فبتصير هاي الجهة اللي بتتمركز فيها الالكترونات زي هون بتصير most negative، وهنا most positive. فنتيجة هذا يعني صار عندك partially positive partially negative، راح تعمل attraction مع اللي هي neighboring atoms، وهذا attraction very fast and هون بقولك momentarily يعني مؤقت لحظي فقط، هو لحظي، تمام. وبس بتمنى تكون وصلت فكرة المحاضرة، إن شاء الله نكون خفيفين عليكم لطيفين، وبالتوفيق إن شاء الله.